تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من رصد خبري. إغلاق في بريطانيا وآخر في فرنسا، وألمانيا تبدأ التنفيذ والتمهيد من أجل إغلاق آخر. أوروبا من الواضح إنها بتخضع من جديد لسطوة فيروس كورونا وما يسمى الموجة الثانية. القرار واضح في البطولات المحلية، إيقاف بطولات الهواة، استمرار المحترفين، لا توقف في الدوري الفرنسي، هيك حكت لنا صحيفة ليكيب، وما في توقف بالبريمير ليج حسب ما أكدت سكاي سبورت. الجميع مدعوم بأنه نسبة تعافي اللاعبين من الفيروس 100% ونسبة نقلهم للمرض تبدو قليلة جدا، يعني استمرار اللعبة ما في خطر حقيقي على المجتمع بما أنه بدون جمهور. لكن الخطورة مش على البطولات المحلية، فالبطولات الأوروبية مثل دوري الأبطال والدوري الأوروبي ربما لا تصمد. فمع بدء دومة الإغلاقات ممكن أوروبا تصل لإغلاق الحدود، وممكن هون ما يصير ممكن استكمال دور المجموعات في دور الأبطال، فالمطارات على الأغلب حسب التوقعات ستغلق في بعض الدول، وفي بعضها حتغلق حتى أمام الطائرات الخاصة. وهون الاتحاد الأوروبي ربما يجد نفسه مضطرا لتجميد البطولة مؤقتا، وهذا يعني ضغط المباريات لاحقا لتؤدى ربما بعد اكتشاف لقاح أو بعد احتواء الموجة مرة ثانية. فالموضوع مش مضمون على مستوى البطولة القارية على العكس من البطولات المحلية، وبتمنى نطلع غلط، وبتمنى يضل كل شيء مستمر ونضل نشوف كرة قدم لعند ما نخلص من هالمشكلة اللي اجت لنا، ويا ريت نخلص منها قبل نهاية 2020.